ناخد تليفون مهم كنا بنتكلم عنه منذ قليل، النجم الكبير احمد صلاح حسني. ازيك يا ابو حميد؟ سوني. سوني مساء الفل يا اسلام حبيبي واحمد. ده يعني اخويا مش عايز اقول الكبير، اخويا حبيبي يا احمد. ده لسه مقطع فيك حالا. حبيب قلبي ده لا يمكن. انا اي حاجه الا احمد وفيق يقطع فيها. لا ده قال لك ده فنان كبير ولاعيب كوره كبير، ده حكى لي عن جوان بتجيبها يعني. بص يا اسلام، بص اقول لك حاجه، انت اللي قاعد قدامك ده يمكن والله يعني انا يعني بدون مبالغه يعني هو بيفهم في الكوره ممكن اكتر من ناس كتيره قوي مارسوا الكوره او بيشتغلوا في مجال الكوره اصلا. احمد وفيق بس اهلاوي بقى مجنون يعني، هو اهلاوي ما عندوش ياما ارحميني زي ما بيقولوا، فاهم يعني. هو اول ما شافني اصلا خدني بالحضن عشان انا اهلاوي مبدئيا. ايوه انا بيه واحمد صلاح حسني بس. يعني للحقيقة يعني أحمد وفيق من الفنانين المحترمين اللي أنا بحبهم جدا، يعني مش عشان الكلام اللي هو قاله عليا خالص، بس هو فعلا يستاهل كل خير. راجل محترم، راجل يعني عارف عندنا في الكورة إسلام كده يقول لك إيه، ده ربنا ضارف له حريف كده من يعني حريف. هو حريف بقى في مجال التمثيل قوي. لو في مجال الكورة يا سوني، بداية شغلي خالص يا إسلام، بداية ما مارست التمثيل كان الموضوع بالنسبة لي برضو لسه باكسبلور وبفهم الموضوع عامل ازاي وبتاع. أحمد وفيق من الناس اللي أنا حببوني في الشغلانة، لأنه عارف عنده خبرة وبيبسط كل حاجة، بيساعد اللي حواليه، بيتكلم على الناس كلها بطريقة كويسة، كل اللوكيشن بيبقى بيحبه. لا من الناس اللي أنا بالنسبة لي هيفضل من الناس قريبه جدا لقلبي، ومبسوط جدا ان هو معاك في قناه الاهلي، وانا عارف ان هو مبسوط جدا يعني. هو هيقول كل اللي في قلبه دلوقتي. اكيد هو وحشني جدا يا احمد، قوي 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 والله. لا يعني انا اتكلمت يعني اتكلمنا معاه علشان يكون طبعا ضيفنا خلال الفتره دي، وكنا سعداء جدا بوجوده معانا. لكن برضو يا ابو حميد انا عايز اسالك عن الكوره في مصر، شايف الكوره ازاي في مصر خلال الفتره دي؟ والله اقول لك الحقيقه، طبعا شايف انه في جاب كبيره قوي قوي بين الاهلي وبين بقيه الانديه. اوكي. وده مش حلو يعني. حلو لينا احنا كاهلاويه طبعا. يعني حاجه كويسه جدا ان يبقى النادي الاهلي بتاعك اقوى نادي في مصر، ده العادي بتاعنا او اللي احنا اتعودنا عليه او اتربينا عليه، او في الفتره الاخرانيه اللي هي بقى شويه حلوين يعني. النادي الاهلي الحمد لله يعني بعيد شويه، بدليل ان هو بينافس على كل البطولات، بياخد افريقيا، بيلعب فاينالات فتره، بنوصل لحد الفاينل. الجاب الكبيره دي مش حلوه. انا مشكلتي يا اسلام اقول لك الحقيقه، مشكلتي في ايه؟ في الناشئين، قطاع الناشئين. برافو عليك. قطاع الناشئين يا جماعه، احنا زمان في الناشئين يا اسلام احنا كنا نسمع عن بعض زمان، وانت طبعا يعني كنا بنسمع على بعض بين الناشئين. يعني انا متاكد ان احمد وفيق اللي قاعد قدامك ده سمع ان في ناشئ اسمه احمد صلاح حسني طالع في الفريق الاهلي، صح، صغيرين بيلعبوا ومش عارف ايه كان زمان في كده. دلوقتي بالظبط انت المشكله الحقيقيه القطاعات الناشئين بقت كبيره قوي قوي يا اسلام، صح، وبقى الاوت كام اللي طالع منها ولا حاجه، مش مفيد. يعني اسمهم بيتمرنوا وبيلعبوا كوره لحد ما يبقى عنده 15 16 سنه، وبعد كده مش مفيد لفرقه اولى. او اللي بيطلع، الناتج اللي بيطلع مش قد المستويات اللي بنشوفها دلوقتي حتى في افريقيا او في اوروبا. افريقيا طول عمرها جامده في الناشئين طبعا، بس احنا كنا في ليفل عالي قوي يا اسلام زمان. ايوه الفروق كانت واضحه يعني. الحمد لله احنا ايامنا، لان احمد اصغر مني مثلا بسنتين ولا حاجه، يعني احنا نعتبر جيل واحد. شوف احمد هو عنده كام سنه؟ اصغر مني بكتير يا سيدي. ماشي، ما قلتش حاجه. اصغر مني ب 10 سنين. لا الفرق بينا مش كبير فعلا. لا فعلا احنا جيل واحد يعتبر. جيل واحد وكنا بنسمع على بعض طبعا، دول في الاسماعيلي ودول في الاهلي ودول في الزمالك ودول طبعا في القناه ودول في اسكندريه، يعني كنا بنسمع عن بعض. لا والمنتخب المجموعه كلها بالظبط. وتخش المنتخب تحترم اللعيب اللي قدامك حتى لو بيلعب. فاكر كان بيبقى معانا لعيبه جايه من الاولمبي، وكان ابو تريكه لسه في
ترسانه ترسانه كنت لعيب، تقول ازاي ده مش معانا في السكواد؟ ازاي يعني بيمشي؟ كابتن حلمي طولان كان يجيبه وبيمشي يعني. صح. فكان في ناتج قوي جدا جدا من الناشئين بيصب على الفرقه الاولى وعلى الانديه الكبيره والانديه اللي في نص الجدول. لكن النهارده الموضوع بقى بعيد، دي حاجه محزناني والله، يعني حاجه محزناني فعلا. عايزين بقى نشوفكم في عمل مع بعض قريب، عمل سينمائي بقى بما ان الكره دلوقتي، فنشوفكم في عمل سينمائي. العمل مع احمد ممتع. بص، الروح الحلوه بتخلي العمل احمد جميل. هو احمد مش عايز اقول لك اكتر يعني، هو جميل، وكل اللي بيتعامل مع احمد بيبقى مبسوط منه. لا، احمد من الناس اللي طول عمرها الحقيقه، من واحنا صغيرين لغايه دلوقتي يعني احنا ما زلنا على علاقه قويه جدا، في كل وقت بنتقابل، بنقعد، بنعمل. وبعدين كوره يبقى كوره، تمثيل يبقى تمثيل، انت فاهم؟ فيعني يعني سعداء جدا بوجودك معانا سوني والله النهارده، ومكالمه لطيفه جدا ومفاجاه جميله جدا ان انت تبقى معانا النهارده. حبيبي يا اسلام، انت تؤمرني وبشكرك. احمد وفيق نفس الكلام. انا بشكرك جدا يا نجم. وانت يا اسلام وفيق جدا يا حبيبي. شكرا، شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن او احمد صلاح حسني، يعني ساعات مش عارف اقول له كابتن ولا الفنان. ولا فنان. كابتن الفنان، صحيح، كابتن الفنان احمد صلاح حسني.